كابتن ماهر، مشوار طويل ومشوار مليان حاجات كتيره جدا، اكيد حاجات اسعدتك وحاجات كان في سوء حظ كبير جدا لحضرتك، الاعتزال المبكر. واعتقد ان يعني انت لو كنت كملت كنت كمان هتعمل مسيره على مستوى الدولي ولا اروع. فخلينا يعني قبل ان طبعا هنتكلم على حضرتك كتير جدا، بس حابب اعرف من حضرتك نقطه فنيه، شايف مشوار النادي الاهلي ازاي في الفتره اللي جايه، وشايف مشكله انت حضرتك كنت من السردباكات العظيمه، يعني مشكلتنا او مشكله الاصابات الكتيره في النادي الاهلي في مركز الظهير المساك، شايفها ازاي؟ بص هاني، انا اعذرهم بصراحه، كل 3 ايام دي يعني صعبه قوي، يعني لود كبير جدا على اللعيبه، خصوصا احنا متوقفين كنا 4 5 اشهر، ودي كان عمرها ما حصلت في تاريخ الكره المصريه يعني. فالرجوع طبعا احنا بنحيي الجهاز الفني واللاعبين على الرجوع بسرعه، لكن يعني كل 3 ايام انا حاسس ان اللعيبه، يعني حتى بتفرج لسه على الدوري النهارده بعض المباريات، حاسس اللعيبه مش قادره لسه، يعني المجهود البدني ما يعني بالظبط. يعني انت طبعا راجل مدرب ومدرب محترف، يعني عارف ان فترات الاعداد اللي هم عملوها ما كانتش كافيه انه يقدروا يرجعوا للمستوى اللي هم، وخاصه كان راحه سلبيه نهائيه يعني، كان يعني التمارين في البيت برضه، وانت عارف التمارين في البيت دي يعني ما حدش بيلتزم ما حدش بيلتزم بيها بشكل كبير يعني. لكن طبعا انا بحيي الجهاز الفني واللاعبين على المجهود المبذول اللي هم بيأدوه. و طبعا يمكن الدور الثاني بيختلف عن الدور الاولاني، الدور الاولاني احنا كنا الاداء الفني افضل نسبيا من الوقت الحالي، لكن مستر فايلر بعد يعني رجوعه لسويسرا، ما تعرفش يعني اعداده الذهني طبعا هو معذور موضوع اختلف حسام، برافو عليك، يعني اختلف بشكل كبير يعني يعني عن الدور الاولاني. طبعا يمكن بسبب ظروف كورونا واهله واسرته والدنيا احنا كابتن احنا بين يعني 3 مواقف تقريبا، يعني مش بالشكل ده عدوا علينا ولا على فرقتنا. اول مره يكون في غياب لمده اكتر من 5 شهور، عندنا اصابات، عندنا مجموعه النادي الاهلي استغنى عنها، فاحنا وبعدين انا عايز اتكلم يعني كمان ان شاء الله عندنا مواجهه مهمه جدا يوم السبت ان شاء الله مضمونه وحاسمينها، بس انت الماتش اللي فات المواجهه كانت الوحيده اللي ما سجلتش فيها اهداف، وكان في لغط برضو حوالين التحكيم. استاذ محمود صبري اتكلم كلام كبير قوي في موضوع التحكيم ده بجد، صراحة يعني محمود استرابات يعني اللي قبلي يعني بصراحه قول لي حضرتك بقى ايه اللي بينقص الاهلي علشان نحسم اللقب يوم السبت ان شاء الله؟ ان شاء الله هو هنتكلم في النقطه دلوقتي ان حته ثبات التشكيل مهمه قوي. الثبات ده بيدي نوع من التجانس، بيدي نوع من القرب، بيدي نوع من الاداء الفني التكتيكي العالي. لكن هو برضك معذور زي ما قلت يا سهام، ان هو الاصابات ضربت بعض اللعيبه بتاثر بشكل كبير يعني، خاصه السردباكات، خصوصا يعني المكان بتاعنا هاني ده ياسر ابراهيم، وبعدين عندك سعد مش متأيد، وسعد مش موجود، وعندك محمود متولي ورامي ربيعه، كل دول 4 سردباكات بالظبط. وانت حضرتك عارف المكان ده كمان في وقت غريب، ما اعرفش عاملين حاجه يعني، يمكن المكان ده مفيش يعني حاجه هاني رمزي تاني ولا مريم نعم ولا مصطفى، ربنا يخليك كابتن. لا الموجودين كمان يعني بصراحه كمان بقى في الكلمه دي بقى، عارف الكلمه دي حلوه قوي. ان النهارده انا يا جماعه النهارده قاعده مع 2 يعني بيجمعهم ثنائيه الممارسه والخبره. وحضرتك يمكن كمان كابتن ماهر انت من الناس يعني اللي كانوا زي ما احنا قلنا في الانترو كده، من الدفاعات اللي مروا على الاهلي عبر العصور او على الاطلاق المميزين جدا، وكمان الكابتن هاني رمزي الممارسه والخبره. انت النهارده برضو دفاعك بالرغم من الاصابات اللي عندك دي والتوقفات دي، بس انت النهارده لعبت 27 مباراه ما دخلش في مرمى غير 8 اهداف فقط بالزبط. فالنهارده برضو يعني عندك موسم مميز عن المواسم السابقه برضو بالرغم من الاصابات، فده حضرتك فسرته بايه؟ انا عايز اقول لك يا سام ان هم اولا لعيبه مميزه بصراحه يعني كل خط الظهر بالذات. يمكن هنتكلم على خط الظهر، لكن الخطوط الثانيه كمان يمكن اقوى في اقوى يعني. لكن خط الظهر بالذات يمكن انا وهاني نحس بيها لما كانش في ثبات في حته قلبي الدفاع، هي اللي بتعمل لك الخلل ده يا سام. يعني النهارده هلعب انا وهاني، وبعدين بكره هلعب انا ومصطفى، وبعدين بعده هلعب انا ورامي، وبعدين هيلعب رامي وسعد.
ما بيلحقوش رغم الكفاءات الكفاءات كلهم ما شاء الله لعيبه على اعلى مستوى صحيح. لكن انا محتاج ان انا العب مباراه احنا الاثنين نلعب ثلاثه نلعب اربعه عشان يحصل نوع من التجانس ده لان ده مكان من ضمن الاماكن اللي بيقع فيه ضغط كبير جدا هو وراس الحربه يعني مكان من الاماكن الصعبه في الملعب لان ده المكان اللي بيحمي الجول اللي بيامن الجول يعني المكان ده لما بيبقى فيه ثقه دايما بيقول الغلطه بفوره صحيح لما بيبقى فيه ثقه الثقه دي بتنعكس على حارس المرمى وبعدين نص الملعب على المهاجمين يعني زمان حضرتك احنا كنا وطول عمرنا يعني كنا اجيال ورا اجيال لما تيجي تقيم الموسم كده بالنسبه للمدافعين تلاقي جولين ثلاثه يعني نرجع للجيل انا مثل جيل السبعينات وبعد كده قررت مع الاجيال الاخرى الشبكه العذراء الشبكه العذراء اللي قعدنا 14 15 اسبوع ما بيخش فينا جوال اكرامي كان موجود حافظين على الشباك وكان الحاج حليم الله يرحمه المشجع الكبير للنادي الاهلي كان راصد 500 جنيه اللي يهز شبكه اكرامي فطبعا هنرجع بالزمن كده هنلاقي ريحان بتاع دمياط هو اول واحد سجل هدف اكرامي واحنا كسبنا المباراه دي 4-1 هاني وحاج حليم يعني دفع 500 جنيه ظبط الدنيا ان هو هز شبكه اكرامي فانا عايز اقول لك ان احنا متورثين اجيال مع اجيال في حته خطوط الدفاع القويه في النادي الاهلي ومعظمهم بيبقوا لعيبه منتخب مصر وفي نفس الوقت لما يجي نقيم كده هنلاقي كل شهر اقوى دفاع اقوى نص ملعب صحيح. اقوى مهاجمين وبعدين في اخر السنه كده نلاقي ندخل فينا 3-4 اجوال 5 اجوال كل الضغط ده ويخش في فريق 3-4-5 اجوال فده بيدل على ان الفريق ده مكتمل الخطوط الثلاثه وخصوصا خط ظهره فانا عايز اقول لك ان التجانس ده مهم قوي لو احنا قدرنا ان شاء الله الفتره اللي جايه مستر فايلر ان في اتنين يتثبتوا في المكان ده ويبداوا ياخدوا مع بعض بقى مباراه 2-3-4 هتلاقي الامور اتحسنت